Everyone, how are you? طلاب الصف السابع اليوم درسنا حيكون preposition وهو أحرف الجر. طبعا أحرف الجر هنا البسيطة والمركبة رح ناخذ رح نبلش بأول فقرة حروف الجر البسيطة. هاي سهلة وبسيطة الكل لازم يعرفها. في عنا in, في, on, على, at. حسب موقع من الجملة كمان لا تترجم على لا تترجم حسب موقع من الجملة. To, إلى, of, من, by, بواسطة, from, من. هذول أحرف الجر البسيطة الكل بيعرفون موقع من الجملة. إن تستخدم دائما مع الوقت، أون مع أيام الأسبوع، أت تستخدم مع الساعات، هذول بنعرفهم. أما عندنا طلاب حروف الجر المركبة أو الصعبة، عندنا front أمامة، behind خلفة، next بجانب، between بين، through خلال، before قبل، without بدون. طبعا before وafter هي ظروف لكن كمان تستخدم كحروف جر. عندنا استخدامات لحروف الجر. أول شيء preposition for date and time. preposition حروف الجر من أجل ال date التاريخ والوقت. هناك الكثير من الأمثلة التي توضح لنا دور حروف الجر في الدلالة على الزمان. إذا عندنا حروف الجر تدل على الزمان والتاريخ. I get up at 6 o'clock. هون تستخدم استيقظت في الساعة السادسة. هون at استخدامه أو ترجمته في الساعة السادسة. My birthday in March. عيد مولدي أو ميلادي في مارش آذار. إذا استخدامه مع الوقت. preposition of place حروف الجر مع المكان. عندنا example my house between supermarket and mosque. بيتي بين السوبرماركت والمسجد. between بين. another example you shouldn't walk through the forest. يجب عليك ألا تمشي through خلال أو عبر الغابات. إذا أخذنا حروف الجر مع المكان والزمان. preposition of purpose حروف الجر من أجل الغرض أو السبب أو المشاعر، يعني توضح لنا الغرض من هذا. purpose معناها الغرض. I am happy to see you. أنا سعيد برؤيتك. إذا سعادة من أجل رؤيتك. إذا to توضح الغرض من رؤيتك أو السبب أو المشاعر. example to I am sorry for your lose. انا اسف من اجل خسارتك. انا اسف لاجل خسارتك او من اجل خسارتك. عندنا طلاب رابعا verb and preposition الافعال واحرف الجر. هاي اخذناها بدرس الحروف المركبه. في بعض الاحيان يتبع الفعل بحرف جر يغير المعنى الاساسي للفعل، يعني حرف الجر مع الفعل يغير المعنى الكلي او الاساسي للفعل. في عندنا look for look after كلها look معناها ينظر، اما اذا تبعت بحرف جر يتغير معناها. example I believe in God انا اؤمن بالله. believe معناها يعتقد، اما تبعت بحرف جر صارت معناها يؤمن. wait for me انتظرني. write to me اكتب لي. طلاب في عنا ملاحظة أخيرة. في اللغة الإنجليزية يكثر استخدام شبه الجملة وهي عبارة عن كلمة وحرف جر وتساعد في ربط الأفكار وتأتي في بداية الجملة ونهايتها. إذا كلمة وحرف جر وتستخدم أو تسمى شبه الجملة أو بالعربي بنقول لهم جار ومجرور. أو استخدامها أصح هي شبه الجملة. عنا at once ذات مرة أو في لحظة. at first في البداية. at last في النهاية. at least على الأقل. by the way بالصدفة. طلاب في كذا شبه جملة لكن رح ناخذ هدول السهلات في الدرس القادم ناخذ البقية. example I feel asleep at once لقد نمت في لحظة واحدة. at once إلى كذا معنى هون إجا في لحظة واحدة، أما باللي هي معناها at once ذات مرة. هذا درسنا لليوم عن أحرف الجر للصف السابع.